مؤسسة وزارة الخارجية هي وزارة سيادية ولها أهميتها من حيث أنها كانت الوجهة الوحيدة التي يمكن أن تمثل اليمن التمثيل الأفضل. لكن ما حدث في وزارة الخارجية كما نعرف جميعا هو انعكاس طبيعي لطبيعة الأوضاع الموجودة في الداخل اليمني. أولا تم في بعد الحرب تم إفراغ وزارة الخارجية من يعني تطبيق القانون الذي كان هو الأساس في عمل وزارة الخارجية، من حيث يعني التوظيف ومن حيث التعيين ومن حيث استدعاء الموظفين واستبدالهم وما إلى ذلك. وتم استبدال هذا الوضع القانوني بوضع جديد وهو الوضع الذي نراه اليوم الآن، يعني الفردية المطلقة لدى بعض الأشخاص في استخدام وزارة الخارجية أداة من أدوات الإرضاء والمحاباة والمحسوبية والاحتلالية والتي غابت عنها العمل المؤسسي والعمل القانوني. دكتور علي، طبعا من يحاسب على هذا الفساد؟ طبعا كلنا نعرف أن هناك مؤسسات قائمة بذاتها، مؤسسة الرئاسة، رئاسة الوزراء، الجهات الأخرى الرقابية الموجودة في إطار الدولة اليمنية، لكن غياب كل هذه الأجهزة في الوقت الحالي وعدم قدرتها على محاسبة الأشخاص الذين يديرون هذه المؤسسات يؤكد أن هناك فشل وفشل ذريع يعني تتحمل مسؤوليته كل القيادات الموجودة الآن حالياً وهذه تمثل الدولة اليمنية.